اهلا بحضراتكم من جديد، برحب بضيف النهارده اللاعب علي عمرو، مهاجم فريق الشباب للنادي الاهلي اللي بيقدم مستويات اكثر من رائعه في بطوله الجمهوريه، واحد ايضا من اهداف فريق الشباب للنادي الاهلي. منورنا ومشرفنا يا علي. اهلا وسهلا يا كابتن، شرف ليا اني اطلع مع حضرتك والله. اول مره في قناه الاهلي؟ تالت مره. المرتين قبل كده؟ مره لما طلعنا السنه اللي قبل اللي فاتت، لما خدنا الدوري برضه طلعنا مع حضرتك. كان فريق 2001 صح، لما خدتوا بطوله صحيح. الدوري وعملنا لكم حفله كبيره هنا في قناه الاهلي ايوه صح؟ بالظبط بالظبط. دايما بتطلع في الانتصارات وفي الفوز وفي الحاجات الحلوه. الحمد لله. عايزين نبتدي بقى معاك البدايه من الاول، ما شاء الله بتقدم مستويات اكثر من رائعه السنه دي في فريق الشباب مع الكابتن شريف عبد الفضيل، انت برضه واحد من هدافي المسابقه. بدايتك مع النادي الاهلي، انضميت امتى للنادي الاهلي علي؟ كان عندي 4 سنين كده ولا حاجة، دخلت الأكاديمية. بعد كده فترة الأكاديمية عدت عليا، كان في طبعا مسابقات ما بين الأكاديميات، القاهرة، مدينة نصر، بتاع الكلام ده بس. وبعد كده جه لما عملوا فرقة 2002، طلعوا مميزين يختبروا كده كنت بس، في والحمد اكاديميه النادي الاهلي فرع ايه؟ مدينة نصر. كانت لسه الاكاديميات ما انتشرتش وقتها، كان فرع بالظبط مدينه نصر. بالظبط بس، وطلعوا مميزين يختبروا كده، والحمد لله ربنا وفقني يعني مع فرقة 2002 وكنت معاه. مين اللي اختارك وقتها من الاكاديميه علشان يرشحك للقطاع؟ ساعتها كان ماسكني يا كابتن احمد جمال يا كابتن عرفه بس. وبعد كده طلعنا كابتن احمد جمال وقتها. كابتن احمد جمال. شفت انا اللي مسكنا. فاكر وانت مش فاكر. لا مسكني مدربين كتير وانا صغير، كان عندي 4 سنين ولا حاجه يعني، مش متذكر قوي يعني عشان مش عايز انسى حد. بس اول سنه طلعنا فيها كان كابتن احمد جمال هو اللي ماسكنا يعني. بس لما انضميت للقطاع كان عندك كام سنه وقتها؟ 6 أو 7 مثلا. 6 و7 سنين. مين اول مدرب بقى مرنك في القطاع؟ كابتن احمد جمال. برضو كابتن احمد جمال. كابتن احمد جمال. طيب مرورا بالمدربين اللي مرنوك في القطاع، مين ابرز المدربين او المدربين اللي اشتغلت معاهم خلال السنين الطويله دي؟ والله يا كابتن انا اشتغلت مع مدربين كتير قوي، بس كل مدرب طبعا يعني بتاخد منه، بتكتسب منه خبره يعني. انا اتمرنت مع كابتن احمد جمال، وبعد كده بعديها كابتن احمد سمير بيبو، وبعد كده كابتن عصام صلاح، بعد كده كابتن سامر عبد الرحمن، بعد كده كابتن شرف، كابتن سيد الغريب، كابتن شريف عبد الفضيل دلوقتي. مدربين كتير قوي يعني، انا مش عايز انسى حد، بس كل واحد طبعا اتعلمت منه حاجه يعني. هي الكوره بتعلمنا كده يعني، ان احنا نكتسب خبرات من الناس الكبيره دي والناس اللي لعبت الكوره قبلين. طيب مين المدرب اللي ترك فيك بصمة؟ اكيد كلهم مدربين افاضل وتعلمت منهم، لكن طبعا بيفضل في مدرب كده لا يعني المدرب ده انا اتطورت معاه بشكل كبير. والله انا فضلت يعني كذا سنه في الخماسي والسداسي وكده، ما كنتش بشارك بصفه اساسيه. ده في مسابقات البراعم. في مسابقات البراعم جه كابتن سامر عبد الرحمن، هو اللي اداني الثقه دي، وهو اللي لعبني، وهو اللي بدأني، ابتديت العب مع ماتشات، ابتديت اكتسب خبرات اكبر يعني، وطورني تكنيك يعني، تكتيك تكتيكيا في فني الملعب، بالظبط كده. تحركات والكلام ده. بالظبط. بس وبعد كده برضو كابتن شرف اتعلمت منه حاجات كتير يعني، المستوى العقليات يعني، هو غير فيها شوية بحضركم حاجات. نفسيا كويس للمباريات. بالظبط. كابتن شريف بيتعامل معانا نفسيا كويس جدا. مش عايز انسى حد والله. كابتن احمد سمير مهارات كانت حاجة أساسية بالنسبة له يعني. بس طيب مين اللي وظفك بقى راس حرب؟ اكيد انت صغير ملاعب خماسي لسه العمليه ممكن ده تلعب في مراكز كتير، لكن بتيجي في مدرب لما الملعب خلاص 11 ملعب كبير بالظبط. بيوظفك في المكان ده. بالظبط. بس انا كنت بلعب فرود من وانا صغير، كنت بلعب فرود. بعد كده برضو مع كابتن سامر كان بيلعبني ساعات طرف، كابتن ياسر محمدين انا نسيته. مسكني برضو كابتن ياسر، كان بيلعبني طرف ساعات، بيلعبني تحت الفرويد. كابتن تامر حفني، بقول لك انا مش عايز انسى حد، ما شاء الله عمال كم افتكر. مدربين كتير. كبير. كابتن تامر حفني مثلا كان بيلعبني تحت الفرويد يعني، الحمد لله يعني بلعب في اكتر من مكان. كويس. احسن مباراه تتذكرها اديتها في قطاع الناشئين من يوم ما دخلت القطاع، مباراه ما تنساهاش؟ اللي عمري ما انساها السنه اللي فاتت مع كابتن شرف، ماتش الزمالك. الحمد لله ربنا اللي سجلت وفقني. فيه سجلت. زعنا المباراه هنا على قناه الاهلي صح؟ حسن. جبت فيها هدفين الحمد لله يعني، وربنا كرمني الماتش ده.